وحول سلسلة التقارير التي تسلط الضوء على النساء بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة الشادية، فقد عدت الزميلة أرجون محمد أحمد هذا التقرير الذي يسلط الضوء حيال إحدى النساء المعاقات. فيبو إيجينين ياكو من مواليد عام 1981 بمدينة كيلو مقاطعة تانجيلي غرب، تلقت تعليمها الابتدائي بمدينة كيلو، بعدها انتقلت إلى نجمينة وأكملت تعليمها الإعدادي والثانوي والجامعي بالعاصمة نجمينة، وحصلت على شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية في عام 2014، وهي الآن مساعدة اجتماعية وتعمل حاليا بمركز تجميل يدعى باسم تجميل أمنة كوافير. أنا كوافير ده شغل أنا علمت من سكرة دي. على جيت على فورماسيون انا 6 mois كي علام تا كوافير دا ان بروفوندور اسدا اول كل فاكيتا سالون وكلام انا اتيود دا غيدا بس غامي كاليتا سالون دا مين كامبال اتيود دا موغو تي بيتي بولا مو كيدي مي مافي دا وتا سالون دا بس انكون شوكولا على انتاني قال ناكل فوبا. زميلتها في العمل اشادت بجديتها في العمل. موجوده ما اجيني كده مي انا جاي ده ما ده يوم واي كده ام بينا ده كده شكون كان كده بكلا هيس انا على ده مره علي شنو كل نسو ما يرى انا ما بس ام بينا دونك من كده كده مي وايدين كل هي ما تعرف ده ني وسي بلا دونك انا ذات انا ما نعرف ده هي ذات غتي وسي بلا. فيبو إيجينين ياكو رغم انها معاقه ما زالت لها بصمة واضحة في الساحة التشادية، وهي امرأة حديدية وديناميكية، إلا أن لها ذكريات أليمة عالقة في ذهنها. أنا من أكواني الرفقاني الكامينة سيبين سوارا أسا وايرين إندوم بيغو فنكشنير إندوم بيوتو وأنا يا هسا كيدي ما إندي ساكير قول ما إندي راجل قول ما إندي را. أنا غاني فاكر قال كي أول أنا كان إندي رجلين دا أنكون إر أنا كله الحمد لله من الله. كما وجهت فيبو إيجيني رسالة خاصة للمرأة الأولى حين ديبي إتنو. لا بريمير دام دا شغلة تسيل لنا دا أنا ما ندورو شغل كاتير ندورو لوا 07 أجينا دا ديكريت دابليكاسيون دا ديكريت دابليكاسيون دا كان مارك دا أي ما شغل كله نلغو في اللوبا كان دروانا فام دروانا عندي كابي رجال كله دابا شغل ندورو من البريمير دام. فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة، بإمكانها المشاركة في التنمية بمعناها الشامل، ويمكنها أن تتحدى الصعاب من أجل إدخال البهجة والسرور في نفوس الأسر بصفة عامة. إذن التحية للمرأة التشادية.